وبعد الاستقبال أكد الوزير الأول عبد الملك سلال وناظره التونسي مهدي جمعة أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية تأتي لتجسيد العلاقات الثنائية ميدانيا في مختلف المجالات الإنسانية الاقتصادية والأمنية، بما يعكس مستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين. وصلنا إلى مستوى جد عالي بالنسبة للعلاقة الثنائية، وهذا يبشر بالخير إن شاء الله من المستقبل. كذلك اليوم ما تنساوش بلي نحتفل بذكرى تسقيط سيدي يوسف، ففيه رسالة قوية من طرف فخامة رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى كل الإخوة والأخوات في تونس، وهذا يبين لكم بلي إخوانكم في الجزائر كما قلتها أمس راهم معكم حتى النهائية. المحادثات اللي عملناها الكل كانت محادثات صريحة أخوية ديكونتراكتي، والهدف متاعنا شراكة ولكن بطريقة عملية. من بعد شوية على لي غران برانسيب هذو لي ديكلاراسيون، لابروش متاعنا إن شاء الله عملية، فما ثقة فما ديتيرميناسيون باش نقدموا حقيقة باش نشبكوا المصالح. شفتوا في المحن ما لقينا كان بعضنا، كسوسوا الأمنية الاقتصادية، ولكن نحبوا لابخوش المرة هذه عملية. لاحظتوا البارح لأول مرة في تاريخ العلاقة الثنائية زوج رؤساء الحكومات جولنا في شارع حبيب بورقيبة وتفسحنا وتحدثنا مع كل مواطنات المواطنين والقلب المفتوح. كانوا مخدمين، انا عندي محل في كلاريتش تاعو في السيد الوزير مقابل الوزاره، كانوا مخدمين الجزيريه، على حبهم يرجعوا خان الجزيريه كالعاده ويداروا الفلوس و... الصيف هذه ان شاء الله مع السيد الوزير الجديد. عندك زوج رؤساء حكومة، 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 عندك زوج رؤسا